السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، شخص يقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى السائل والمحروم؟ قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يمتدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الذين جعلوا في أموالهم حقا معلوما للسائل والمحروم، السائل الذي يسأل ويقول أعطني كذا. وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يرد سائلا، وهذا غاية الكرم. حتى لو كان غنيا وسأل فإن من مكارم الأخلاق أن تعطيه، لكن إذا أعطيته فانصح وقل له: يا أخي لا تسأل الناس شيئا، فإن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. وتقول له: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا بعد أن تعطيه. هذا السائل المحروم الذي حرم من المال وهو الفقير. وليس المراد بالمحروم البخيل كما يفهمه كثير من العامة، لأن البخيل ليس له حق في الإعطاء، إنما المراد بالمحروم من حرم المال وهو الفقير. نعم.